وازيك يا شباب؟ عامل ايه؟ معكم حاجة بغتكم يا حاجة. ان شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد. النهاردة معانا هاوس فليبر. ما اننا بقالنا كتير قوي ما لعبناش اللعبة دي، فانا جيت النهاردة عشان نلعبها يا جدعان. فلو انت لسه معانا في القناة ما تنساش بقى لايك ولا شير في القناة وتفعيل الزر عشان تصحوا كل جديد ان شاء الله. طبعا يا جدعان، انا سبب تأخير عن اللعبة ان في تحديث جديد نزل للعبة مسح لي كل اللي انا عملته. يعني مثلا البيت بتاعنا انا عامله من اول وجديد. السنة لقيت في حاجة كريسمس بقى وتزيين، ورحت مظبط البيت بتاعنا يا جدعان دوت. فانا عملته من اول وجديد، ولسه بقى كان في بيت كمان يا جدعان هعمله خلف الكواليس. بس احنا دلوقتي هنخش على البيت بتاعنا الجديد اللي هو دوت البيت التالت، تمام يا جدعان؟ ولو عايزين نشتري اي بيت تاني، يعني لا بلاش البيت التالت، خلينا نشتري اي بيت تاني يا جدعان. والله خلينا فيه، خلينا في البيت التالت دلوقتي. يلا بينا نشتري. وبك جو تو ذيس هاوس. انا طبعا افتكرت انا ممكن ابيع البيت لما اعمل البيت، ابيعه لصاحبه تاني. فلسه لحد دلوقتي طبعا ما عملتش بيت. وهنا يا ساتر من اولها كده. بصوا البيت يا جدعان عامل ايه، تعالوا نستكشفه الاول. بس ده كده ده كده تقريبا المطبخ، هنا الحمام، وهنا أوضة معيشة تقريبا. دي الصالة يا جدعان، طبعا في باب أو في باب دوت. ده ايه الحتة دي؟ طب ده الجراج، ده ايه المكان ده؟ لازمته بس انا بفكر اعمل فيه حاجة، بس هقولها لكم لما نخش على المكان ده. انا طبعا دلوقتي هبتدي لسه انضف وابيع الحاجات، لسه في دور تاني في البيت. فتعالوا نطلع نشوفه. في باب هنا كمان، ده جراج برضو. خلينا نطلع الدور التاني، وباقي دول اكيد اوض وحمام بقى وحاجات زي دي. فتعالوا نبتدي يا جدعان الاول ان احنا نبيع وبعد كده ننضف. خلينا نبيع عشان البيع بتاخد مساحة. هنبيع البيت ده، هنبيع بيتي، هنبيع الحاجات اللي في البيت اللي ملهاش اي لازمة. وبعد كده نبتدي تنضيف. بيع الشبابيك كده. الأوضة دي اتباعت بكام؟ تمام، ناقص الأوضة دي إن شاء الله، ناقص حاجات كتير أوي لسه عايزة تتباع. ولسه الجنينة يا جدعان، يا ساتر إيه ده؟ ده في بسين هناك، حلو جدا. طبعا احنا هنعمل أفكار حوالين البسين ده، وإن شاء الله نوضب الجنينة من بره. إن أنا برضو واحد بحب إن أنا أعمل البيت من جوه ومن بره. خلي الجنين اظبط الجنينه بتاعته واظبط البيت. البيت ده على حسب محاول معانا، ممكن يقعد معانا حلقه حلقتين، ممكن نعمل له جزء تاني، ممكن نخلصه في الجزء ده. فان شاء الله يعني يكون سريع ونخلص في الجزء ده، ما يبقاش محتاج جزء تاني. خلصنا برضه من الاوضه دي، انا طبعا خلصنا كل حاجه كده. لسه في الحمام ده مفهوش حاجات كتير. دي خلصتها، خلصت التلات اوض دول كده. نخش على الاوضه دي نبيع برضو كل حاجه فيها، ونبيع الباب الكبير بتاع الجراج عشان نحط له حاجه. بس ده بدايه التحديث الجديد برضه يا جدعان. عربيات لو انتم لاحظين، يعني في التحديث اللي فات ما كانش فيه اي حاجه من دي. انا اللي بفتح الباب عشان ابيعه. وهنا يا جدعان نكون خلصنا الدور الاول، نخش على الدور الثاني. اول اوضه اهو تبدأ. طب ده اللي عنده افكار جديده اكتب لي تحت في التعليقات. واللي عايز اي لعبه، اي لعبه العبها اكتب تحت في التعليقات، اكتب لي كومنت يقول لي على اللعبه، وانا ان شاء الله بشوف كل الكومنتات فهنفذ له توقعات. طبعا يا جدعان احنا خلصنا امتحانات خلاص يا جدعان، فهنهيص بقى مع بعض في الصيف. انا استسلمت كل الوقت خالص امتحانات،
فهنهيص بقى في اجازة الصيف دي يا جدعان. وطبعا السلسلة احسن اجوان اللعيبة اللي انا بنزلها في فيديوهات شورت ديت بنزلها ستوري يعني تفاعلكم عليها حلو، فانا ان شاء الله هكتر منها. وبس كده يا جدعان نكون خلصنا البيت من البيع بتاعه، بس نبيع الشواليه ديت وبس خلاص. في اي شغل تاني هنا كده نعتبر خلصنا. هنبتدي تنظيف البيت، بس انا هنضف البيت وارجع لكم عشان مطولش عليكم. وكده يا جدعان نكون احنا خلصنا تنظيف البيت هنا، لسه ما نضفتش الجنينه بس دي لما نخش عليها ان شاء الله. فيلا بينا اول حاجه هنعملها، ثانية بس اشيل الحاجات اللي قدام البيت. اول حاجه هنعملها طبعا هنبتدي بالصاله، هنبتدي يعني بالدور الاولاني، مش هنبتدي من الدور اللي فوق. اشيل بقى ابعد الحاجات دي بس شويه عن البيت علشان نعرف نشتغل براحتنا. تمام كده يا جدعان، وبمره برضو بننضف شويه من الجنينه. تمام كده يا جدعان، فهنعمل اول حاجه هبتدي بيها الاوضه دي. الاوضه دي مثلا هنخليها يعني نعتبر ماشي يا جدعان، مسكنا ماشي، هنعتبر دوت ان شاء الله مطبخ، ودوت الله يكرمكم طبعا الحمام، وهنا اوضه معيشه. فاوضه المعيشه عايزه يكون لونها ايه؟ يعني مثلا يا جدعان بصوا يا جدعان، في تعديلات في اللعبه مخليه مش التابلت هو اللي بيطلع لنا الحاجات، مخليه من الجنب فوق على الشمال يا جدعان، هي دي الحاجات اللي بتجيب. بس احنا تحت طبعا على الديكور، فهل نحط لاصق ولا نحط اي حاجه كده؟ نحط ايه يا جدعان؟ خلينا نحط طب دي بتاعت الارض يا جدعان، ودوت بتاع الحمام، ودي بان، ودي شبابيك، ودي مش عارف ايه، وده بتاع البيت من بره. تمام يعني الاتنين دول هما دول اللي بتوع الحيطه. طيب هنعمل ايه دلوقتي في الحيطه؟ هل احط عليها ابويا ولا احط عليها اللزق اللي هو ده؟ نضيف حاجه جديده الضفت. تعالوا نجرب كده واحد، والله منظره كويس يعني مش وحش. احنا عايزين نجربه تبع كل الحيطان كده نشوفه. والله منظره حلو. تعالوا طيب نجيب ارضيه كويسه، ما تبقاش خشب، عايز انها تكون يعني مثلا ممكن تكون ايه، سجاده مثلا. مثلا السجاده دي شكلها لايق يعني، والله استخدمنا السجاده دي قبل كده. وطبعا زي ما احنا عارفين جدا اوضه المعيشه بتفتح على الصاله، فاحنا هنبقى فاتحين. انا مش هقفل الباب ده، مش هقفل الاوضه دي، احنا هنفتح المكان ده كله كده بما ان دي كمالة الصالة، الكمالة بتاعت الصالة. فاحنا كده خلصنا جدعان الأرض بتاعت الصالة وغرفة المعيشة، فكده تمام يا جدعان. خلينا بقى نجيب ايه، كنب اللي احنا بنسميها أريكة يعني يا جدعان. فزي ما انتوا شايفين كده يا جدعان، هنروح على قسم السعر ده ونجيب ونختار لنا كنبة براحتنا. مثلا اني كنبة تليق بالمكان، عايزين كنبة صغيرة شوية زي دي مثلا، يعني تكون على القد تحط فيه. ده كده مش هتنفع. طب هاتليش الكنبة ديت برضو مش هتنفع. والله لا هي دي نافعة، بس مش عارف في ايه مالها. يعني زي ما تقول يعني المكان ضيق ولا في ايه، في حاجه تحتيها؟ لا مكان ضيق، فهنضطر ان احنا نجيب الكنب اللي هو زي ده. ايوه كده الكنبه دي كده تتحط هنا بس كده يا جدعان. وممكن نجيب لنا مثلا كرسي. لا مش هيكون شايف التلفزيون، لان التلفزيون هيتحط في المكان ده. طب ممكن نحط برضو التلفزيون، او نحط لنا بس سريعا ايه الحاجه اللي هتتحط قدام الترابيزه، الترابيزه اللي هتتحط قدام الكنبه قصدي، صغيره شويه بس يعني. تعالوا نجيب حاجه
اكبر من كده شوية. لا سوري سوري، دي مثلا لونها يعني مناسب ماشي يعني. فخلينا نجيب طبعا كمان ترابيزة تلفزيون. انا مثلا عايز اشتري ديت، تمام كده، وبعدها عايزين نجيب التلفزيون نفسه. فالتلفزيون نفسه يا جدعان عايزين نشتري اغلى شاشة هنا. اغلى شاشة فين؟ اغلى شاشة هنا. تمام، نختار الشاشة ديت، تمام كده. وممكن برضو نشتري صبات صغيرة كده زي ده مثلا، صب صب حط يا ابني كده، هي يحطها على المكان. ونحط سجادة، تمام كده يا جدعان. خلينا نحط اي، تعالي كده، ايوه، وخشي هنا سجادة مالها، ايوه كده، يا شكلها ما تخشش. تمام، هي اخر كده يعني، شكل اخرها يعني. استنى انا عايز اظبطها، ايوه بس خلاص تمام كده. ومثلا نحط لنا برضو سجادة صغيرة هنا، سجادة صغيرة مثلا دي لايقة، لا دي كبيرة، عايزين سجادة صغيرة، دي كبيرة برضو مش كبيرة أوي، في حجم وسط. شكلنا هنجيب السجادة، لا برضو دي تمام دي، بس عايزين نحطها على الدش. أيوة هي دي، نجيب سجادة هنا، تمام كده كده. وممكن عشان ننور برضو نحط هنا بزورة كبيرة. يلا بينا، يا راحت فين؟ واحدة كويسة زي دي مثلا، ننورها بس كده تمام. ونحط لنا مثلا ايه كمان، مثلا فوق المعيشة ممكن تحطيها يا جدعان. ممكن نحط لنا كورس فوتيه صغير كده هنا كده، فوتيه صغير فين الفوتيه؟ اهو الفوتين، نجيبه هنا كده لو ينفع يعني. ينفع؟ والله لا اعرفش البتاع كان عامل عليه. طب وهنا؟ طيب مثلا كده اكيد ينفع، هو ينفع بس حقيقي لو كده شوية لك على تمام كده. بس المشكلة ان هيقعد هنا، هيبقى قدامه فوتين، فاني مش حلو، بس سيبه تمام طالما كده كده مش عايز تيجي. فكانكم خلصنا الأوضة دي، بس فاضلنا الشبابيك بقى يا جدعان. الشبابيك هنختار أنهي شباك، ممكن نجيب الشباك دوت، وعايزين برضو ستاير. هاتلي من هنا الستاير، هاخد الستارة ديت. لا سوري سوري يا ابني، ايوه هاتلي بقى أنهي ستارة، من الستاير اهي. انهي ستارة مثلا تجيب زي دي مثلا، ومش عايزين نركبه. مثلا هي دي كويسة مثلا ديت، ايوه تمام ديت ركبت. نغير لونها بس يا جدعان عشان اللون يعني مش قوي. وكده نكون ركبنا الستاير يا جدعان، وفضل لنا الاضواء اللي فوق يا جدعان. فمثلا هنجيب ايه شباب؟ اكتبوا تحت في التعليقات لو انتوا عايزيني اضيف حاجة في اللعبة، عايزين اجرب حاجة جديدة في اللعبة. بس احنا ممكن نحط الاضواء ديت هنا كل زاوية، في زاوية هنا هنا ما نحطش فيها، وننورهم. هي اضاءتهم ضعيفة شوية، لا انت عايز تيجي كده سنة شوية كده بس خلاص. انت تحطي هنا، وانت برضه تشتغلي بايظة ولا ايه فيه؟ ايوه كده. وديت برضو هنشغل، والله يعني اضاءة حلوة.
مش محتاجين ضوء اساسي ولا نحط؟ خلينا نحط يا جدعان ضوء اساسي هنا كده في نص الاوضه. تمام، ننوره وكده يبقى الاوضه يعني حلوه جدا يا جدعان. الاوضه تحولت من فاكرين طبعا حصل فيها ايه لكده، ودي حاجه كويسه. خلينا نحط باب في الاوضه دي عشان نعرف ان احنا خلصناها. الاوضه دي نحط تاني باب، خلينا ما نحط باب منطقي شويه بس نخليه برضو كويس يعني مثلا باب حلو كده. احنا حطينا باب هنا يا جدعان، كده الاوضه دي خلصت. تمام، نخش على الحمام الاكرم. فخلينا نعمل ايه في الحمام؟ مثلا احنا عايزين نحط حاجه تكون كويسه في السيراميك، مثلا زي او ده الحمام نحط حاجه تكون كويسه وعايزين الالوان تكون مختلفه مثلا. فنجيب انهي لون يا جدعان؟ انا عايز اجرب لون. والله مش وحش يعني، مش وحش. نخليه يا جدعان، انا برضو يعني عايز يكون في الوان منوعه كده في الشقه. فانا شكلي هسيب اللون ده يا جدعان، وبعديها هنروح داخلين على القسم دوت، نجيب لنا مثلا بانيو دوت. عايزين نجيب اغلى بانيو فيهم. الحمام طبعا مش عايزين ننسى ان هو ضيق، حمام ضيق قوي كمان يعني، مش عايزين نبالغ فيه. تمام كده، وهنا عايزين شاور صغير يعني على قد اهو هنا كده بيتفتح يا جدعان. دي اضافة جديدة في اللعبة طبعا. وبعدها هنروح جايبين ايه هنا؟ نجيب هنا اللي انتوا عارفينه طبعا، نجيب اغلى حاجة. اغلى حاجة ايه دوت؟ اغلى حاجة، لا ثانية ثانية، اغلى حاجة شكله دوت فعلا اغلى حاجة يا جدعان. لا مش اغلى حاجة، دوت اغلى حاجة. ده ب600 هو كان ب300. ايوه تعالى، ايوه بس خلاص. تمام كده يا جدعان، وبعدين هنحتاج ليه الضوء دوت نحطه هنا. طبعا يا جدعان ده ممكن يتفتح ويتقفل برضو يا جدعان، دوت طبعا اللي مش عايز ايه. تمام، وبعدين عايزين طبعا هنا الرفاهية تتحط هنا يا جدعان. فنحط انهي بقى مغسلة؟ عايزين مغسلة اهي. المغسلة في طبعا مغاسل يا جدعان بتتحط في البانيو، مش عارف ازاي يعني، بس في مغسلة بتتحط كانت بتتحط في البانيو. يعني انا لو تلاحظوا في الفيشي القديم لما جبت في حمام بتاعي كان في مغسلة. فين يعني؟ روحتي فين يعني؟ مش عارف مالها في ايه بس اوكي. خلينا نجيب ديت. بصوا يا جدعان زي ما قلتلكم مبتتعلقش هنا، بتتحط في البانيو اهي. شايفينها ثبتت ازاي هنا؟ بس احنا طبعا مش دي اللي احنا هنجيبها، فكرت ممكن تتحط هي دي اللي احنا هي دي اللي بتتجاب. هنحطها فين بقى؟ هنحطها فين؟ استنى يا جدعان نظبط لها مكانها. تمام هنا يا جدعان. طب وده هيتزنق ولا هيتفتح عادي؟ لا هيتفتح عادي يا جدعان. فبعدها عايزين نجيب طبعا الحنفية. نجيب انهي حنفية في كل روم؟ مثلا نجيب ديت كويسة، نفتح الموية فيها يا جدعان. تمام، وبعدها عايزين بقى الحاجات الأساسية اللي في الحمام دي، الحاجات الأساسية. عايزين بقى الحاجات التانية بقى اللي هي ايه دولت. مثلا نجيب ايه؟ مثلا هجيب ديت أول حاجة، ديت هتتحط هنا كده جنب البانيو عشان دي فوطة. تمام، وعايزين طبعا حاجات كتير قوي هنا جدعان. عايزين نجيب ايه ديت عشان نحطها هنا حلو. ونجيب ايه تاني؟ نجيب دوت يتحط هنا برضو.
ولا مش عارف ايه ده. صوابي وسطاتي ده يعني يعتبر زي الصابون، زي الصابون ده يا جدعان. فيلا بينا نحط تاني حاجة، نحط دوت لكن هنا طبعا يعني يا جدعان مكانه هنا. والله في واحدة أغلى منه بس بتتحط على الأرض. ماشي عايز نحطها هنا وسيب دوت تمام. وبعديها عايزين نجيب ديت طبعا يا جدعان، هناخد ديت ونحطها ما بين البن. ينفع ولا مينفعش؟ خلاص هنخليها نحطها هنا كده تمام. وخلينا ناخد أنهي واحد فيهم غالي، عايز حاجة غالية دوت. بس أنا مش عارف دوت بتاع ايه يعني الصراحة، أنا مش عارف دوت بتاع ايه، بس أنا هحط منه اتنين هنا تمام. ده ايه بقى؟ والله ما أعرف يا جدعان، بس ماشي. تعالوا بقى نجيب بقية الحاجة زي الشامبو مثلا، عايزين شامبو وعايزين ماجنس سنان وعايزين فرش سنان. فالشامبو ده يتحط كده، المفروض يتحط على البانيو يعني تمام. في شامبو كتير والله تمام ماشي. وعايزين ماجنس سنان ده اكيد هيتحط هنا تمام. وعايزين فرش اسنان، في فرشة اسنان حلوة هنا دي ممكن نسيبها، بس برضه هجيب يعني علبة فرش اسنان كده تكون حاجة زيادة كويسة. الحمام بتاعنا كده اكتمل، بس فاضل الاضواء يا جدعان. نجيب ايه في الاضواء؟ خلينا نجيب النور ده يعني. انا شايف انه كويس بسيط للحمام، لو احنا نورناه يكون بسيط. لا حلو يا جدعان. وكده نكون خلصنا الحمام بتاعنا. هنجيب نفس الباب، نفس الباب اللي احنا جبناه قبل كده واللي هو ده، ونحطه. وكده نكون خلصنا مكانين تمام. فاضلها كده المطبخ يا جدعان. لا احنا ممكن نخلي البيت ده على حلقتين. البيت ده بصوا يا جدعان طول مني يا 22 دقيقة. لو عندكم ممكن يكون ازيد مش عارف، لان احنا لسه قدامنا المطبخ. والحلقة الجاية ان شاء الله هنعمل الصالة بالدور اللي فوق ان شاء الله. ممكن نقسمها على حلقتين تلات حلقات لان الفيديو بيطول. فيلا بينا على المطبخ سريع كده. هنختار ايه من الديكور؟ المطبخ هنخليه خشب، فمثلا الخشب ده كويس نحطه هنا كده. وبعديها مثلا الجدار عايزين نخليله ورق، فمثلا نخليه ايه، ولا نبيضه كده يعني. والله بصوا يا جماعة عايزة ابيض الصراحة يعني، عايزة ابيضه لان المطبخ يعني بيبقى كويس في الطبيب بتاعه. فيلا بينا هنبيض المطبخ يا جدعان. فيلا البوي دي ممكن ما تكفيش، خلي بالكوا يا جدعان. فممكن هنجيب واحدة كمان ممكن نقرب تخلص. هي تقريبا خلصت تقريبا صح؟ اه خلصت. فهنضطر نشتري واحدة كمان. انا طبعا ما بحبش اشتري، انا بحب ازود لحد ما احتاج. احط واحدة ولو احتجت تاني اجيب. فيلا بينا. طبعا احنا كده خلصنا يا جدعان، المفروض نبيعهم دلوقتي. مع اني والله كان ممكن ابيض الصالة بيهم، بس مفيش مشاكل. بس والله انا شايف ان الصالة يعني كويسة. انا مش عارف بيضت هنا، بس مثلا ثواني كده انا عايز اشوف الارضية برضو، عشان برضو المطبخ ممكن نفس الارضية ولا طب استنوا كده يعني. ممكن والله نفس الارضية، بس لو في خشب فاتح شوية مفيش. فبصوا كده احنا هنلبس على الارضية دي معلش، هنخلص بس سريع في المطبخ. خلينا نحط هنا يعني، احنا بس عايزين نحط تلاجة برضو، عايزين نعمل حسابها. فاول حاجة هنحط التلاجة، عشان التلاجة بتبقى كبيرة وبتاخد مساحة. فاحنا مثلا عايزين التلاجة تتحط فين؟ التلاجة وفين المطبخ؟ اهو المطبخ اهو يا جدعان، وانتوا شايفينه يعني اهوت. عايزين تلاجة بسيطة يعني، مش عايزينها اكبر حاجة. اقول لكم تعالوا نجيب اكبر حاجة. خلينا نجيب اكبر حاجة، يلا ما نستخسرهاش فيكم يا جدعان. فيلا بينا كده اغلى تلاجة فيهم.
وبعديها هنروح جايبين ايه. هنا بقى هيبتدي الشغل بتاع المطبخ. اول حاجة هنا هيكون البوتاجاز اكيد يعني. تمام، وبعديها هنقول لكم يا جدعان خلينا نجيب شعلات، لو شعلات من البوتاجاز من هنا ولا اسيبه؟ لا ما هوش، خليه هنا كده مثلا، خليه هنا كده. خلينا بقى نجيب ايه. اول حاجه هنبتدي بيها هو دوت، هحطه هنا ده اساسي. وبعديه هنروح حاطين دوت، لا ده بيتعلق صح. هنجيب دوت ونلزقهم في بعض كده جدا عشان يبقوا باينين ان هما طقم واحد. انا مش عارف، غريبه ان المطبخ مفيش طقم واحد هنا، بس كويس لحتى احنا ماشيين حلو. عايزين مثلا الدولاب دوت نحطه هنا برضه، بتاع مش عارف ايه حكايتي. عايزين الدولاب دوت نحطه هنا بس خلاص. وبعدها هنجيب مثلا دوت، وتمام يعتبر يعني مطبخ جدعان كده. والله مطبخ تمام، بس انا ممكن بقى يعني ايه اختار حاجة كمان هنا مثلا يعني عشان اكمل الحتة دي. لا مش دوت بالظبط، عشان اكمل الحتة دي بس يا جدعان. مثلا دوت يلزق اكيد يعني. ايوه بس كده تمام يا جدعان، احنا كده يعتبر خلصنا جزء في مطبخ. لسه بقى الديكورات ديت نعملها بسرعة. هنعمل ايه مثلا هنا؟ مثلا ممكن نجيب الدولاب الكبير دوت نحطه هنا، حلو جدا. ونجيب دولابين صغيرين هنا، هنجيب الدولاب دوت هنا تمام على نفس بس التوزيع. لا مش على نفسه، بس خليه ينزل سيكة كده، سيكة بس كده بقى على قده. وبعدين نجيب الدولاب اللي بعديه، لا مش دوت، دوت الدولاب اللي بعديه. وبعدين نروح جايبين ده وبس كده. كده احنا المطبخ بتاعنا 10/10. بس انا عايز احط شباك بس سريعا كده، احط الستارة. لا اقول لكم، خلينا نحط الحاجات الاول بقى الستارة. عايزين طبعا الاجهزة الالكترونية بتاعة المطبخ، اللي هو ايه، براد اكيد، براد ايه، كاتل اكيد. ده اول حاجة. تاني حاجة عايزين مكويف تمام اهوت. رابع حاجة عايزين يعني جهاز للكوفي. تمام كده ده. وتمام، في حاجات جديدة اتضافت برضو يا جدعان في المطبخ. يعني مثلا في، بصوا السكاكين، بصوا الانوار بقت عاملة ازاي لو انتم ملاحظين يعني يا جدعان. او هنا هتتحط هنا بس ترجع لنا شوية اهو يا جدعان. وطبعا ممكن نزين البيت المرة اللي جاية بحاجات بابا نويل والحاجات اللي زي كده، مش عارف ايه علاقتها بس هي اتضافت تمام. وهنحط برضو بتاعة المعالق دي هنا، هعلقها فوق شوية بس خلاص. وبعدين نروح جايبين ايه، في اطباق وشوية بقى ومعالق هنا. فخلينا بس في السياس الأول يعني، مثلا ننزل نجيب هنا ده كعين، نحطها على المتجاز، نحطها على كل واحدة في شعلة على المتجاز تمام يا جدعان. نحطهم على شعلات. وبعدين نروح جايبين مثلا ديت، ونروح لفينها كده، تروح تبين نلفها كده ونحطها على الشغل تمام كده يا جدعان. مثلا لا خلينا عشان يبقى في مساحة. وعايزين نجيب ديت برضو يا جدعان عشان نحبها نطبخ تمام. ونجيب بتاعة البهارات ديت نحطها هنا جنب السكين، حلو اوي لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس اوي. وديت بتاعة الكوفي، بس طبعا خلينا نحطها هنا بس خلاص. و الكاتشب منساهوش، و لا سوري سوري، والمايونيز تقريبا دوت ولا مش عارف ايه تمام. وهل في حاجة تانية؟ لا في ده مستورد، هو ده مايونيز يا جدعان. كده نكون خلصناها. وبعدين نروح جايبين ده مثلا كده ونحطه هنا قريب
من الحنفية. يعتبر ان احنا خلصنا، بس فاضل لنا كده ايه، كوبايات والمعالق، والكوبايات والاطباق ديت بقى نحطهم هنا. طبق مثلا يتحط هنا، تمام، طبق وكوباية تتحط هنا، وكوباية تانية. خلينا كده، خلينا ايه، نجيب حاجة كتيرة، لا بلاش طبق كبير، خليه طبق صغير زي ده مثلا، كويس يمشي. تحط هنا كده، وبعديها خلينا نجيب الفنجان ده بطيء يعني، خلينا نحطه هنا كده. يعتبر بس خلاص كده ولا ايه؟ ممكن نجيب الكوباية دي برضو ونحطها هنا. بس خلاص كده نكون شبه خلصنا المطبخ بتاعنا. خلينا نحط الستاير سريع سريع كده. الفيديو بتاعنا وصل نص ساعة يعني، الفيديو طويل قوي يعني، طبعا معلش لو طولت عليكم. خلينا نحط الستاير سريع سريع كده. شوف الستاير مش هتتعلق ليه، مش بتحب تتعلق ولا عايز تتعلق. خلينا في الستاير الزرق، نغير لونهم وبس. اهي اكتملت مفيهاش حاجة. وبعديها هما جايبين ايه بقى؟ ممكن نجيب ترابيزة صغيرة هنا، او صح في شباك، ممكن نجيب ترابيزة صغيرة هنا تكون للأكل. بس طبعا يا جدعان في شبابيك برضو زي دي مثلا تبقى من برا عاملة كده، فأنا ممكن أبيع الستارة شباك. ممكن نجيب من ده، استنى فين الشبابيك، الشبابيك فوق، فين الشبابيك؟ لازم اركز وشوف فين الشباك. اه الشبابيك تحت هنا. ممكن نجيب من دوت احسن يعني، وبعديها نروح جايبين ستارة. ستارة قصيرة ولا خليها طويلة؟ لا خليها طويلة. اقول لك خليها قصيرة علشان الحاجة اللي تحتيها برضه. لا من غير قصدي والله. طب ثواني خلينا نجهز الستارة ديت. مش عارف ايه، انا بطول في الفيديو كده. اهو تمام، غير لونها بس خلاص. تانا كمان بس افتح الشبابيك، فتحت ومشي واقفلهم بقى. تمام كده يا جدعان، خلينا نحط هنا باسكت ونكمل الحلقة اللي جاية مطبخ ان شاء الله. بس نحط باسكت على السريع، او نحط ساعة كده على السريع. ساعة نحطها بتاعت المطبخ، نحط فوق هنا. وخلينا نحط برضه ترابيزة. يلا يا ابني بسرعة، نطولنا أول حلقة يا جدعان، أنا آسف طبعا. ترابيزة أكل صغيرة للمطبخ مثلا ممكن تكون هنا، ترابيزة الأكل أيوة هنا. أنا عايز الترابيزة دي كويسة، نحطها هنا كده. ونجيب كراسي، كرسي، نخليهم 4 كراسي بس يعني، مثلا كرسي هنا ولا نخليهم كرسيين في كل هنا ولا ايه؟ نخلي كرسي واحد ولا كرسيين؟ خليهم كرسيين احسن، ما استخسرهمش، ما استخسر يا جدعان. مش عارفه انطقها خليهم كده يا جدعان. ونحط هنا كمان كرسي كده نكون خلصنا. لو عجبك فيديو سبسكرايب لايك وشير في قناة تحفيظ زوجة، سوسو كل جي ان شاء الله. هنكمل الحلقة الجاية، وسلام.